قلت لك السير ونسيت تنقط دي فمك سوية وريحة مع شي حاجة. عشان غتحيدها في المونتاج. ها؟ هاضر غتحيدها في المونتاج. لا بغيت تقول شي كلمة بس حيدها. لا غتحيدها شي مرة ما تخليها. علاش؟ غتخليها في المونتاج. شنيا؟ حيت إلا حيدتيها والله تتسبب. هادي علاش نحيدها؟ تدي ما تدير عيوب انت اصلا مسوش السيرفس منك يلا واخا ما تحلت الموقف انت عندك ديما الدل في التلفاز هذه مدلوله هذا مدلول هذا انت ديما فكرت على هذاك اللي مشات للدار وحصلته قاس مع وحده في الدار وبغات ترجع معاه هذا ماشي دل ديال العياله سمحيني سمحيني ولكن هي ما هذاك الشيء اللي فيها ما 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 في ما ما عطاتوش ليه شنو فيها انا ما كنت عارف اه قوليها انا تلعب في المونتاج احسن منك انايا ندير لك باصال مريح معانا هنا تيصنفق هيوا قدامنا بحالنا ما كاينش اي ممكن شي وحده ديرها ها دير بحال شي بوعره ما تقادوش هلا هو تمشي عند وحده تقاقر طاطا في الزنقه خيانه اسمح ولاد الخيانه ما عندهاش ما تقوليش هكا ما تقوليش انا ما وحده تدير ريحه في الزنقه تتريح تتقاد هكا وواحد وحده يجي عندها يقول لي وحده خوتي وحده راه غير اللي ماشي راجل ولا كنت باغي ديرها غنوريك انا نصبر الخيانه انت ما علاش كدافع عليه ملي انت ما باغيش ديرها لا تقول انا السلام عليكم كي دايرين اخويا صافا مزيان بخير كلشي مزيان تحيه ليكم كاملين صافا كلشي مزيان اليوم حريشه ان شاء الله ها شوفوا تشوفوا ان شاء الله حريشه ها هي حريشه ان شاء الله ها هي هاي الدنيا غتجي اليوم طيبتنا الدنيا حريشه زوينه واليوم مرحبا بكم في اللايف علاش يطلعوا الناس مرات تنقول في عرفتي تتخلطوا ليا معاودينا تنديروا فيديو وهذاك الشيء فيديو وترمونطيهم تيتخلطوا ليا تتخلطوا ليا المونتاج مع الفيديو مع المونتاج المهم كلشي زين المهم كي دايرين لاباس عليكم كي صبحتوا مزيان كلشي بخير رواسلكم بروكا نتوما كما تشوفوا دابا صبح علينا العيد نتوما دايرين الحرصه والحلوى مازال ما جبناها المهم تنضحك معاكم العيد لا والو مازال العيد العواشر ديما حنا عندنا العواشر كما تشوفوا الزويقات هما تيخلونا في العواشر وهذاك الشيء المهم الدنيا الله دابا زيا باش نديرو طيبنا داك الشيء صافي ندوق بسم الله ها بعدا خصي بسم الله ندوق اليوم الحريشه اللي دارت ليا ها ها نجرب بسم الله لذيذة كل واحد درنا لي الحرصه ديالو بس واحد ما يعرف على الاخر انت اللي كتعرف عليا انا ما كنعرفش عليك ماني تنعرف عليك انا دغيا كنمشي كاع دير دغيا كاش يعني انت كتعرف عليا ياك كدوني هي انا وليت تنعرف عليك دابا ياك جمع في قالت لي جاك قلت لي انت نعرف عليها جمعو انت تنعرف عليا انا واش كان جو واحد تيبغي واحد الانسان وغيعرف عليها فين جات فهاد الكره الارضيه زعما انا هنا فين خويتي شالتي قلت لها تيتي حيد هاي يا دنيا زين السلام عليكم جيب لي البراد قرا البراد دابا قول لي واش براد ولا مقراز ولا ترموس ترموس هاي يا دنيا زين المهم هذاك السيد زوين حياتي انا هذا دابا الدوقه الاولى نتوما الاشعار وسميتو مرحبا مرحبا بالناس كاملين طالعين مرحبا بكم ويا اللي مشى ثلاثه ونعجز جميع تسبينوار صحيح. أنا يدي اللي فيهم اللي بارتين. بسم الله.
لا لا ما تدقش ليا من ديالي. تدوقي وتزيد توليني فيها هاد السي ما فهمتش. واش ندوق واش هادي هبلة هادي؟ الله يطري ندوق. يا دنيا زيد طرف كبير الكولي انا بيناتنا حنا الحسابات هادو من هنا الحسابات هادي وين؟ انا دوقني من ديالي. هناك اخويا ديالي وعطيني ديالك. كيفاش بداتي الحاسد؟ كي درتي ليها؟ دابا عاد هضروا وقولوا كان ناخذ ليه ديالها دابا ماشي المشكل. ولا شي حاسد هي هي هي. انا كنضحك معاك. خودي انا نضحك معاك. انا اللي هي هذا. لا اسمح لي. تقول لي يا صاحبي تقول لي انا دابا لا ديالي انا لا انا عجبتني هذه دابا. تلقى اسمها. تلقى غنعفجنها. تلقى. غنعفجنها. غنعفجنها. بحال واحد واحد الفيديو هاد الفيديو تقول لها دابا دابا فرشتو دابا تتصايب مع شي فيديو هاد تقول لها سير كيما تمشيو في كيكه كبيره ودير لي ها 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 طب طب هذاك صعيب هذيك القضيه دابا اللي درت لك دابا انت كتطبي بالحلوه نجي ندير لك ها ها انت ما كتفش الحلوه ها زيد عمال شنو الاحساس ديالك شو الاحساس ديالك الا درت لك البارد يا خوتي كان قول لي دوني شو الاحساس ديالك الا درت لك القضيه صعيب بحال زعما وانت تحاول تبدل عليها وهذا هنا وكل في كل فيديو ما مطلقش شنو ندير لك هكا صعيبة 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 كاع قولو صعيبة زعما واش فيها 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 تصفي عليا ولا فيها ولا شوية ولا فيها فيها واحد السيمانة ولا شهر كاع كاع كناكل دابا كناكل ماتوحلي ماكليش مع بعض ولا كناكل يا سلام الصحة نور القيم شاد ما مش ولا شيء شاد ما مش كل قديم ما تبي تقم عيني ما فهمتش حتى تكذب ولا تقم عيني لنا ولكن تكذب ولا حبيب ديالي راه انا ولا قيم شاد ما لا ما تكذب ما تكذب كذب شاد ما تكذب شاد انت كذابة ام الطيبة ها كذب نو طيب خلينا نشوف اي واحد تتعلم انا ندير فراسك انت ما كتبغيش تتعلم مع غير بنادم يتعلم صايب شي حاجه كبيره صعيبه دير كنت باغي نعلمك داك السيد ديال الفارماسي ديك الشاشه كبيره وطحله وداك الشيء تزيد ويزيد 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 عرفتي يا خوتي نهار اللي كنت ندير داك السيد ديال الفارماسي نبغى نقول لك واحد الهضره ولكن غيبقى فيك الحال نعم نقول لك علمني واحد الحاجه لا سبع نسبع شيء في العالم هاتي اللي بغيت نعلم تعلم ما فيك النفس يا زين فيك النفس تعلمني كبرت لك السان وليتي كذا علمني غير هاد قلت النفس كبرت لك السان وليتي كتنقص سدي فمك شويه ورايحه مع مع شي حاجه شنو غتحيدها في المونتاج ها هضر غتحيدها في المونتاج لا باغي تقول شي كلمه بس حيدها لا غتحيدها شي مره غتخليها علاش غتخليها في المونتاج شنو هي حيت انا حيدتيها والله يتسبق هادي علاش نحيدها؟ باش تحيد اي حاجه كتبقى لا 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 انا كنعرف واش تقول لي يا مرحبا ديالي تندير ليها ها ما جا دابا انت هضرتي معايا جاوبت قلت لي كتبولي لي علميني ما نعلم لا عادي دابا دابا شحال من حاجه علمتك المونتاج قلت لي اليوم قلت لي انا تعلمته تعلمت راس المونتاج شغلت كاع عليك نهار اول مره انا فاش اول مره في حياتي جات لي كيفاش تعلمت كيفاش تعلمت انا ولعلمت انت فاش كتكون كتمونطي كنكون جالسه حداك وكنشوف قلت لك حط فيديو من هنا وتحط فيديو من تنقريس انا ولعلمت المونطاج دابا واش انا قلت لك لا ماشي انت اللي علمتيني لا قولي لي لا انا تنشوف هي لا كنت كنشوف تتعلمت ماشي قولي قولي وانا قلتها لهم يعني انت باش كنت كتموطي كنت كنجلس حداك وكنشوف كيفاش كدي تعلمتي منك قوليها وشنو فيها انا ما كنت قوليها انت عارف المونطا احسن منك قوليها انا تنعرف المونطا احسن منك انا ندير لك باصار مريح معانا هنا تشرفق هيوا قدامنا بحالنا ما كاينش سمعتيني ماشي انا من الهضره
قزداوية بزاف من جاش من هاد اللي علمو. لا انا ما كنتش انا الخد قلت لك كنت كنشوفك انت كيفاش كدي وتعلمت. شوفو دابا بنادم الموقع بدات تقولي راه شاطرة ما كاينينش. هي الحاجة الزوينة اللي تعلمت فيك. انت ديما تدير العيوب انت اصلا شو السابت منك ياك. واخا لا نحن ترى أنا ما معي ليش ممكن؟ هو حاط حرشته. قلت لي تحيد درس إيش مادة لا نحيد ولا تحرف. بحال زعم بحال زعم. طب سليم. أنا بحال زعم ما شنو زعم شنو بحال زعم. ما وش أتي بعد ولا هو بعد؟ نعم بحال زعم بحال زعم. هضري جاب بحال زعما الدلاله. واش حلت الموقف؟ انت عندك ديما الدل في التلفاز هذه مدلوله هذا هذا مدلول هذا ها انت ديما فكرت على هذاك اللي مشات للدار وحصلت قاسمه وحده في الدار وبغات ترجع معاه هذا ماشي دل ديال العيال. سمحيني سمحيني ولكن هي ما هذاك الشيء اللي فيها ما في ما عطاتوش ليه هي وشنو؟ والسيده طبيبه وفنة وآية الجامل وعنده معاها جوج بنات وهي وليدة دار كل همة وشر وقد وصيبت لي الكابين وعرفته على الناس ولات هو اسكت هذه حقيقة وخفي لي ولكن واقصة حقيقية أنا عارفها شكون هي ياك وقدت لي الكابين وصيبت لي وقدت لي الأمور وردت راجل وهمة وشر كيفاش يلبس وكيفاش يهضر وكل شيء وفي الأخر مشى خانها مع واحد يلا هذيك الوحده لا علاقه ليها بهذيك السيده اللي تبارك الله هما وشانو كلاص والهضره والسلوبو وحسن منها في الزين حسن منها تبعين دابا نقطع عليها قش هذا شوف خلاتها صاحبتها قالت لها الخيانه ما فيهاش مبرر ما كاينش خنتك لا تبعين انا دابا انا دابا علاش كني بزاف ديال الحوايج باش رجعت يخونو ما يمكن زعما ها هو تاخذنا هكا علاش مو غادي ما يمكنلكش تدخل ما بغيتيها بلا بنت النا داك الحاجه بحال هكا ما عندهاش الخيانه مبرر هذاك حيت زعما نقولوا كاع اقصانيات يضاربوا على سميتو ضاربوا على بزاف على ديال الحوايج وعلي زايغين واخا بزاف ديال الحوايج اي ممكن تجي وحده ديرها ها دير بحال شي بوعره ما تقادلو جهله هو تمشي عند وحده تقاطع ورطات في الزنقه خيانه اسمح لي الخيانه ما عندهاش ما تقوليش هكا ما تقوليش انا ما وحده تدير ريحه في الزنقه تتريح تتقاد هكا وحق واحد يجي عندها يقولها ليها يقول لها شنو شنو ويزعل ماشي خويا هذه دابا تبارك الله واش انت شتي ولا ما شتيهاش كي دايره؟ راه شتها انا عارف انا مقاد كل نهار مقاده الحاله ومصيبه والعشا الرومانسي وداك الشيء اكثرية رجال فاش تيخونوا اللي تيفوتوا من الاهتمام الاهتمام لا والو ما كاينش عندها تيفوت من الاهتمام ما عندهاش مو تبقاش تقول لي الخير سمعنا لا سمعنا لا سمعنا لا سمعنا لا ما كنتش لا 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 القضية شي وحدة خوتي وحدة لا غير اللي ماشي راجل ولا كنتي باغي ديرها غنوريك انت لا انا صبير خيانة انت كتقول مهما علاش كتدافع عليه ملي انت ما باغيش ديرها انا تنقول لك انا انت ماشي شغلك انا تنقول لك انا تنقول لك الحق تهضر على هذا انا تنقول لك انت عندك الحق تهضر على لا حيت انا حيت انت اللي جبتي الموضوع دابا شوف هو عندو غلط يقول لها شوف هاد السي اللي كنتي ولا ما عندو معاها حتى شي حاجه ما عندو معاها ما عمرو ما تشكى منها ولا ما مخليها ما يحتاج حتى شي حاجه هو براسو كيعترف بها وايه دابا هاد المشاكل اللي تنوضو ديال الخيانه
هي المرأة اللي ما قصتها تمات من الكوزينة يديها بحال هكا فيهم مطيشة البصلة تطلع مع تشم فارح حيت عاد جات ليه ما ياكل من حنظر تشعوم ها هي توزت تمشي تعوم وتغسل تغسل تغسل تبان قدام راجلها هكا بس خيانات ما تتعطيش وديما تريح وديما تقاد وزاه وديما مشي وحده دايره هذاك اللي خانها ما كانت كدير هذا الشيء. شوفي وحده اللي مريضه خاصو هو يهتم بها هذه معدي هذه عارف انا واخا وجهها ما يكونش هو هذاك ولا هكا مشي هو يدير الكبر فيها قالت لها بغينا غير نعرفو حنا هذه اللي خانك معاها بغينا غير نعرفو كيفاش احسن منك انت باش فلوسك بجمالك باناقتك بالمقاوة ديالك انا بعدا قلت لك اللي كاين بحال دابا القيانه تطلع من هاد المشاكل ولكن عاوتاني وتطلع حتى بالمرض حتى المرض تطلع مرض بحال هكا يقول لك دابا هادي ما رضعش وهادي لاس هذا غلط هذا نسيت نسيت لما رضت لما بنادم انا غادي يتزوج عليها كتسمى الشيخية انا كتسمى قلة الرجولة هادي كنعتبر هادي قايبة هادي ما تعجبنيش بحال نهار اللي كنت مريضة قلت لي ودابا انا مني جا غتقول لي ديك الكلمة دابا مرض دابا صافي دابا غتمشي تتزوج واش مني تكتي جنيزة داك داك الساعة كنت كنغربل شنو؟ كنغربل واش مني تكون زين غربلين انا لا مزوجين هنا مع السيمانة دابا عليك بالله دابا هذيك المرضى اللي انا مرات شحال من واحد شحال من واحد غربلته في حياتي اسمح بزاف شتي ممكن عادي حياتي عادي ما انا مع مرضي واخا هي حاجة المرض ديال الله سبحانه وتعالى المهم انت داك الشيء صدف تيجيو ممكن انا دابا نقول انت مريضة ولا انت فعلا لا ما بقاش بغيتك لا ممكن انت انا لو بقات معاك حياتك كاملة في الاخر تقول لها مريضة ايه وزنا هو انت لا مرضتي ايه وزنا ها هو خليها اجي تمشي عليك خيانة هي تخلي بنادم يتفارق روزو ما انا عندي تنضرب عليك روا ديال 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 مع شنو نجي خدمني انا هو صافي كرو ديال 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 بعدا كضرب عليه كرو انا بعداك انا عمره ما كان في حياتي اصلا انت تضرب وماز مدفون انا ما كنهضروش على الحب على الناس بصفه عامه بصفه عامه ما الحب انا اي واحد بحال هكا شتي لي تديرو تديرو صافي مات الله يرحمه حالك اي واحد اي واحد كما كان عندي علاش غادي يدير له ما تحس اصلا ما كنبقاش عارفه لا كاين ولا ما كاين هكذا شي فهمتي ما كنهضروش حنا غير على الحب كاع بصفه عام انا في حياتي غلبت شحال من واحد وشحال من وحده وشحال من 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 اشخاص اللي كانوا في حياتنا غلبتهم انا صافي والله هادي هي التالي فهمتي عرفتي شنو انت عندك عندك تغيير تيش مشي من الكلب واخا يكون ما عرفش انا وياها ما عرفش ما عرفش شنو نقولوا عايشين ما عرفش شنو صافي ما فهمتش شنو 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 نخلي نصرف هاي نقول باي باي ليا حبيب حبيب مين ما ما بشوية عندك العيبة ديالك العيبة خاصك قبل ما ديريها بس دغيا قالت لك هذا الشيء تمشي لقد بلاصتي لا لا انا نصيب كل شيء خذ هذا كل اللي بعد انا نصيب شوف هذا خرج تخيت جاتني ردة اسمها من المنطقة ما نقدرش نكمل من اللي تكون نعم من غير قالت ضي سان كنت شوف رايح معاك هاد العيبة هي اللي غادي تا وعدنا تفضل غير نعمر نفسي لويزا مليكوش وما قال 21 اه جيب لي بكية كبيرة ثم قاضت لي كنشري بكية انا ما قال 21 يمكن ما قال 21 20 20 المهم هذا الطاق ما كنت طاق ما يخرج بالليل من دابا على حسبها نحبك دابا نعم نحبك دابا بنت الحرام ما قلبش ليها ايوا خوتي كما تتشوفوا الدنيا هي هذه هذيك الاهتمام الاهتمام تا هو راه تيدير سبب قيامه
انت ماشي اهتمت بك حقا. ودابا انا علاش انا باقا مازال معك لحد الان؟ حيت فيك واحد الحاجه زوينه انا كتهتم بيا. والله الاهتمام مو كل شيء. عفاك. لك ما تخوني. لا والله صافي ما نقدرش. شتني الربطه صافي. ناك بزاف. شوف شوف الماء شوف الماء. ولا بغيت نكمل هذا الشيء نقدر. عصر بك ولو ندبت نعسي بحال. صافيو مرحبا بكم مرحبا جيبوا تفضلوا خذي حاجة سيشرب 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 لك أمي أنا أمي أنا زوين أنا تدفع لك شوية واسي ترى أنا وشدني الوجه أنا صافي ما نقدرش نكمل صافي خلي ديالي صافي صافي شي ما نقدرش فاش كتكون هذا صافي تنفعش أنا وياك قد 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 ما نقدرش نزيد شي حاجة واحد يجيني نرد أرد أنا كليت أرد وعندي عندي نتي خلاص خليك هنا أنا خلاص دغيا ونبدا في الحياة قلب عليها حياتي تما شوف يا حسان هذوك الملايات الصغيورين قال لي وحده على وحده وحطهم لي هما الاولى باش تسخن بهم كل شيء عاد مراهم الملايات الصغيره وعاد ملايات المازابيل بجوج وانا وزدت بعدها حسين صافي بس تنيسن كمان وساع راسي كمان يلا يجي عيني 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 وقالت انت اصلا تتحس بها حياتي بزاف انت نفسي تيدير تيدير لك دابا كالعيبه ما فينا هي الدنيا وقاد لي بدل ملايات ليش على سهل لا راه كاينه تحت انا مخربقه ديك الصغيره راه الناس المشكله كلشي كلشي بلاش بلاش كتنفعني غير ديك السخونية اخوتي تندي ديك اللعيبة اللي كنعمرها بالما سخون وتنديرها في كلشي وتنعس تا كت الدنيا بغيتي تا هاد الصغيرة هاد الأخرى البردة تا ديري ولكن وتعني وتعني كرسي كتولي حمرا ماشي مشكل يعني هاد سخن تا كتقول بسم الله عاد كان يطيب لي صباح حمد اللويدة ونشربها حمي انا نصيب لك كل شيء انا جيت تكتك ما حبتك حياتي انت مشكلة حبيبة خلي على تعالي 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 لك كل شيء بس ارتاح لك خلاص ولي ديك اللعيبة فين نقيها قلب عليها حتى تكون غير في الشنطة ديال تما محطوطة اللي جامعة فيها لك تخرب معاك سيدي عندك لا شوف الجيب جيب الشنطة الأخرى اللي دايرة فيها خربيق ماشي ها ماشي الكبيره اللي ملي الاخرى صغيره شوف الجيب ديالها واقيله تكون في الجيب ديالها داخل الجيب الداخل صغير كاع داخل هادي زوينه هادي والله الا نفعاتك فيها ديال الما تما سخون بارد هذا عاود خصو تا يطلق السبيل عين عين بلاش بلاش غنحطها غنحطها لك هنا بعدا واخد مزيان يزيد يعمر لا عمر ولا بارد عمر وخليه يسخن مزيان يطلق السبيل حمي يا مرحبا بس انا ندير لك على وقت ويلي جاتني ردة وجاتني ردة صاحبي عام شوية ناري دنيا من نهار نهار غاز حملي عرفتي تولي ديك الرده اكثر من القياس صدار ايه بحال اللي طرا لك شحال هادي صافي هي بحال 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 الدنيا اوا اسمع لك الماء وسير حياتي تكون شويه صافي صافي هذا بدا 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 تيجي
الدنيا صافي ما بقاش على هاد الماكلة صافي. لا عرفتي راه حتى كنت قلت لك ما جيت بعدك مرتاح مع راسك ضاحك صافي حتى كتحس بها هي كتجي على خير على بحال الموت. صافي انا نمشي نجيب الفلوس من البنك ونمشي نجيب لك هاد السكر. انا خلي بلاش قلت الماء غنكبو لك هنا شيرتك الحال صافي. هنا التليفون حداك كلشي حداك ياك ها هنا صافي. انا نجيب لك كلشي تما نجيب لك الساجور نجيب لك هذا باش نخرج نتسخر باش تلقاي حاط ما نمشي ها نلمس بزاف وكنخلي نمشي وين تسوى سخن سمع نكون جاي ما تقولي عيد انا أبو رسول أنا غير ويلي إن شاء الله بديتي دابا بديتي حياتي بديتي ناري كتربنا بعدا لا هو أنا سخون عندك سربيات شنو حاج مني شفتي ونعم سبحان الله مني بغيت ديرها فشي ميكا وديرها في الميكروويف نديرها في الميكروويف سبحان الله الشتاء قلت له قلت انا نخرج والشتاء بدا تتصب يا الله يا قريب ماشي مشكلة حياتي ماشي مشكلة حبيبي ملي بارد الله يخليه نحس علاش عاين انا قاتلك هذاك الشيء بس انا قلت لك حياتي صافي زاد درت ولا ولا حاجه مالحه ناكل نعم ها انتم اخوتي تشوفوا هاد العيب نسيت القص نعم هو في السهوله مازال باب جالس سي كعباب تبقى سي كعباب يلا سير ما خليتيش لصاحبي يحبس حبس خصني ندير وحده بهنا ها ايا غدا في الفخام فيس بولا ما شاء الله هذه كت كان جاتني كادو من اوروبا كالي طيخة خيرة انت فاتح هذا الدرك ماشو عمرت ما زال شوية بدا تسخن هي في الاول ما تسخن شوية بشوية صافي كتخاف من ديرها دابا اه صافي لا لا تسبشي ما سرق لها بزاف مالكي شوية بشوية وليش المصيبة محمرسة بزاف خلاص أخوتي ناري كندوز العذاب تدوز عليا سيمانة كحلة تمسك الميساجو الميساجو إلا مكانش هاد الميساجو راه مكان انت في الشارع بس ولا مشوشة علاش هادي كتردنا حيت هادي اصلا اخوتي عندنا نقية من الداخل او نا مس 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 انا بغيتي تشربوا منها نقية هادي كتبقى شاش كنخوي على هاديك يلا حياتي بس نوض انا نقطي الخبر ويلي بارد تكتبوا لي سخون سيبه ما لا انا حسيت نخوت في الماء بارد نسك يا الله يقصب سمي انا فهمنا بعد البريح واتش يوك مسفشو بعد ما في الدنيا شي كلمة الناس بعد كل من مسفشو يلا الله دينا خويا بلاصتي يلا خوتي بسلام عليكم تحية زوينين تحمق عليكم يلا بسلامة انتقاد امور الدنيا يلا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يلا خوتي بسلام عليكم